لا 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 يا قلب البحر في يا بابا استهلا بالله كده يا يا اخويا عايز تفضل نايم لغايه المغرب تصيام ايه لكل نوم ده ان شاء الله طب عايزني طب يا بابا اقوم اعمل ايه تصحى تفضل صاحي تقوم تصلي طيب حاضر حاضر هقوم اصلي دلوقتي واخش اكمل نوم مفيش نوم لغايه لما اذان يعدي ده ايه ده يا بابا طب ما انا نايم بعد الفجر محدش قال لك يا اخويا تفضل صايع امبارح وسهران لغايه الفجر لا اله الا الله يا ماما حضرتك اللي مصحيني عشان اصلي الفجر ما انت كان لازم تصحى عشان تصلي ده قله في الادب دي الله العظيم استمرني يا رب والله انا اخليك كنت حق طب تعمل ايه يلا بتصور صور رمضان يا بابا صور رمضان تكنيله مالك يا بابا متضايق مني في ايه مش مستريح مش عاجبني قعدتك كده يعني انت مش صايم ما تنزل اعمل لك اي حاجه احس بتعب الصيام شويه اعمل ايه طب يا بابا انزل تحت عند عم حسين انزل هات منه كرتونات عصير واطلع عم حسين قافل يا بابا مصلح هو كده كده بيته في نفس العماره بتاعت المحل اطلع صحيح خليه ينزل يجيب لك كرتون عم حسين يا بابا قافل عشان مسافر خير وبركه كده كده هو مش مسافر محافظه بعيده المحافظه اللي جنبينا روح هاتها منه هو انت يا بابا الصيام تعبك فجاي تطلعه عليا؟ ما تلم الفاظك كده على اللي ادب انت. طب اقول لك على حاجه لم سجاجيد البيت ده كله وانزل وديها المغسله. الله عليك انا سافر لعم حسين احسن. انا مسافر.